عندي باكون. اسمعوا يا شباب، مرة واحدة طلعت مع شوفير تاكسي، قام سأله قال له بتعرفي تسوقي؟ قام قلت له لا، قال له أنا تسوقي. طيب اسمعوا هاي، اسمعوا هاي، اسمعوا هاي. مرة في واحد دخل على البيت، لا أمه عم تحترق، قام صار يقول ما شاء الله اليوم الحجة منورة. مرة أمبلة نزلت على القهوة قام عملت بن. اسمعوا شباب، اسمعوا هالنكتة. مرة واحد مشي تعب. قلت لي ها تضحك يعني الله بالله على كل هالنقل يا زلمة. ايش بك على كل هدول ما ضحكت، على هاي البيخة ضحكت؟ لك لا يا زلمة، عم بضحك على النكتة الأولى اللي حكيتوها. شي؟